هلا في انستراكشن تاني. الانستراكشن الاول اللي استعملناه شو كان هون بدال السي؟ جي تراش. جي تراش اللي بتعمل تراجكتوري، بتبدا بكيو انيشال وكيو فاينل وبتنتقل بينهم. احنا هون رح نعمل التخطيط تبعنا من تي 1 لتي 2. رح اخذ التي 1 وتي 2 رح انتقل من تي 1 لتي 2، ما رح الف حوالين العالم حتى انتقل من تي 1 لتي 2. اوكي فاهمين؟ رح انتقل من تي 1 لتي 2، هو بعطيني هذا، وهي اللينكس تي زي ما عملنا هناك، بس هناك كنا نعمل احنا كيو انيشال كيو فاينل، هون بعمل تي 1 تي 2. تي اس شو الدايمنشنز تبعتها؟ اول شيء تي 1 شو الدايمنشنز تبعتها؟ 4 باي 4، وهي 4 باي 4، هذه بالحالة هاي 41 لانه اخذنا احنا 50 ملي سكند على ثانيتين، طلعت معي 40 41. هاي شو رح تصير؟ 4 في 4 في 41. اوكي حسب ايش الدايمنشن يعني رح يصير عندي كيوب، هذه التي هون رح يصير فيها في كل مكان، متخيلين كانها كيوب تي، كانها مكعب، هاي كانها مكعب تي رح تكون من هون. انا حددت التي انيشال او تي 1، حددت التي فاينل، حددت عدد الستبس بينهم. شو رح يعمل لي هلا بينهم هون؟ بس هون رح يعملوا بين تي 1 وتي 2. طبعا في مسار محدد رح يكون خط مستقيم الان بين تي 1 وتي 2. خلينا نشوف هلا شو بيصير معنا لما نحطه، فرح اخذ هذا الانستركشن رح يطلع معي تي اس كوبي. هلا تي اس هي تي اس بيختلف عن تي الان. صار عندي هلا تي اس، تي اس اللي هو مجموعة التي اس. هلا حتى اطلع اللي بقابل تي اس بقدر اطلع كيو اس، بس هون تي اس ايش الدايمنشنز تبعته؟ 4 في 4 في 41 رح يعطيني 41 في 6، انه هذه اللي هي كل البوزز في الزوايا. فهون احنا ما خليناه هو يحرك الزوايا زي ما بده، بده يلتزم كل مرة انه يحقق تي اس 41 مرة، كل التي اس اللي انا طلبته. فانا اجبرته يتحرك في الكارتيجن سبيس بمسار معين، راح تشوفوا الاختلاف. فبيطلع عندي هلا كيو اس، هلا بستخدم ال6 سفيريكال ريست بسرع عمليه الانفرس كينماتكس، فطلعت معي لاحظوا هي كيو اس، وكيو اس بتختلف عن كيو. هلا راح نرسمها ونشوف. هلا لو عملنا بلوت على كيو اس، بعرفش راح تشوفوا الفرق، يمكن يكون صعب تشوفوا الاختلاف. هلا صعب تشوفوا هي يمكن من عندكم. اللي صار الان نتحرك بخط مستقيم، ما تحركش بدائره، ما غير ثيتا 1 بس، رح اغير ثيتا 1 وثيتا 2 وثيتا 3. خلينا نحاول هلا افرجيكم اياها فعلا كيف اختلفت. رح اخذ هلا رح اطلع من تي اس بي اس اللي هي زي ما طلعنا من بي، ايش بتعمل بي اس؟ تذكروا انه تي اس هي 4 في 4 في 41. إذا طلعت منها لـ PS، PS رح تعطيني 41 في 6، عفوا مش 41، رح تعطيني 41 في 3 لأنها X وY وZ، رح تعطيني التغير في الـ X وفي الـ Y وفي الـ Z، الـ Z المفروض ما يتغير. وبدنا نشوف هلا الـ X والـ Y كيف بتغير. هلا إذا بتطلعوا هون رح تشوفوا شو بتلاحظوا عليها. بدينا ب x.4، انا لما طلبت منكم قلت لكم بدنا نبدا في 0.4 وننتهي عشان x ما راح تتغير، ما في حاجه x تتغير، انا بدي اضل بخط مستقيم. مين اللي صارت تتغير تدريجيا؟ هلا اذا بدكم تفكروا فيها من وجهه نظر الروبوت، يعني نفترض الروبوت هون وهي المكان تبعه، بالاول شو راح غير هو لما عملناش كارتيجن سبيس بلاني؟ غير ثيتا 1 مضبوط. هلا لما جيت قلت له اذا x1 اكس بدها تضلها ثابته، شو راح يحاول يعمل؟ كيف بده يعمل هيك هلا؟ شو بدا يتغير الان معي؟ الشور دبل ال، وهلا اضطريت اعمل هيك ها مضبوط؟ يعني اجبرت على باث معين، خلينا نشوف هذا الباث فعلا هو مختلف عن الباث الاول، الباث الاول كان دائره، الباث هذا اللي هو بي اس الان كوبي. نعمل الجريد عشان نتأكد. ها هلا
بالاول وين راح؟ اخذ هاي النقطة وتحرك هيك. مضبوط؟ في الحالة الأولى لما عملناها كان هيك تقريبا. هلا هون ثبت هاي تحركت خط مستقيم. شو صرت أنا قدرت أتحكم؟ طبعا خط مستقيم احنا عملنا، فصار بإمكاني أنتقل من نقطة لنقطة بخط مستقيم. طبعا احنا هون مثبتين الزد وثبتنا الإكس، بس كان بإمكاننا تكون هذه النقطة من هون مثلا لهون وعملها خط مستقيم. فبحدد تي 1 بحدد تي 2 بعدين بعمل سبيس او تراجكتوري بين تي 1 وتي 2، مش بقدر اعمل هيك؟ اي هاد سي تراج تي 1 تي 2 لينث اوف تي. سي تراج شو راح تعمل؟ راح تعطيني بوزيشن واورينتيشن بنتقل ما بين هدول التنين بهذا الشكل على مدى تي، بعدين بعمل اي انفرس كينماتيك 6S. هذه نفترض انها طلعت معي كيو اس من هون، بعمل هذه لكيو اس فبتعطيني انفرس كينماتكس، بتعطيني تي، اسف هذه غلط، هذه تي وهاي راح تكون تي، وهون راح تعطيني تي اس تي اس، وهذه هون كيو اس راح تعطيني كيف احرك الزوايا. هلا شوف لازم نحاول نطلع على الزوايا، نشوف زي ما كنا نعمل قبل شوي. هلا صار عندي انا هون بي اس، عندي كيو اس من هون، كيو اس منهم بعرفش اذا بقدر اعملهم بلوت، خلينا نحاول. اذا عملت كيو بلوت كيو بلوت كان الانستركشن مش هيك، وعملنا كيو بلوت لا كيو تي كيو هلا شو بنلاحظ صار عندي ضم، انا اخترت الكيو الغلط، لازم كيو اس لازم اعمل. هلا هاي كان صعب تشوفوها من هون، بس هذا اختلف وهذا تحرك، هي واضح انه هذا تحرك. السبب انه هو بده يتحرك مسار زي هيك، فاضطر انه يغير ثيتا 2 وثيتا 3، فثيتا 2 تحركت ثيتا 1 بس تحركت كمان ثيتا 2 وثيتا 3. السبب اللي حركنا ثيتا 2 وثيتا 3 بالحالة هاي عشان اقدر اتحرك على مسار كل مستقبل.